تخيل معي أنك تقف بالقرب من حافلتك وتنادي بأعلى صوتك على الراكب الأخير، مقعد واحد وتنطلق الحافلة، لكنها متوقفة تماماً حتى يظهر الراكب الأخير. أنت تعرف الطريق جيداً وتملك كل أدوات الوصول، إلا أنك ما زلت عالقاً. بح صوتك وما زلت تنتظر، ما زلت تعطي أهمية قصوى لآخر راكب في حافلتك. تقف الحياة عند بعضنا بانتظار المخلص الأخير، بانتظار من يمنحنا الحق للانطلاق في حياتنا. ربما ليس لآخر راكب أي أهمية، سوى أننا من دون وعي جعلناه أهم ما ينقصنا. انطلق في رحلتك الخاصة، لا تنتظر أحداً وخاصة هذا الراكب الأخير. حدد من سيصعد معك في رحلتك، والأهم من سينزل منها. لا مكان في حافلتك لمن لا تطيق، لا تجامل أحداً، وإياك ثم إياك أن تترك مقعد القيادة لأحد. حدد محطات الوقوف كما تشاء، وحذاري من لعنة الراكب الأخير. لا تعلق سعادتك بأحد، الغائبون بطبعهم سارقون، يسرقون منا ضحكاتنا ولهفتنا لحياة أجمل. لا تنتظر أحداً، انطلق واستمتع بالحياة. وإن صدف أن حضر آخر راكب متأخر فلينتظر، فقد انطلقت للتو آخر حافلة.